مرحبا شباب بالريبلز، معكم هي مكاك. اليوم رجع لكم فيديو جديد من كلاش رويال. اليوم حبيت بس استعرض لكم الخلفية الطبيعية لإلي، فأنا هنا الثلاث كنبايات فاتحها مضافة، فإن الخزانة هيك، بشت فإن الخزانة، فإن هنا باب اللي هو في ناس بتضحك كيف حالها اللي هذا باب الحمام. لا هذا مش باب حمام معلم، عادي يعني في عندنا باب غير باب الحمام. وعلى سيرة باب الحمام، بعرف شاب فيش عنده باب حمام، فشو بعمل صاحبي؟ بفك باب المطبخ بصفة الحمام بركبه بس خلص برد رجعه لانه بردي على الحمام. فاليوم يا اخوان كنت عم برفع من شوية باللادر، جربت استراتيجية للإليكسر جولم، كنت حاب انزلكم على الإليكسر جولم بس إلها كثير كاونترات. يا رب طاقة جديدة. فقررنا نرجع نلعب بالبيت ديكس، ماشي؟ في عنا واحدة في عنا ثنتين، حاب نضل نلعب بالهاية لأنه صراحة الجوبلين هات بعد الابديت جدا جميل. هاي لا هاي فرجتكم إياها صح؟ قبل ما نبلش هتنسوا من اللايك ونفوت على أول جيم لإلنا، ماشي؟ أول جيم خسارة. فيكتور أروغو Good luck. طه ضلصة والله عارف. والله خلنا حظي وقعار بحظي أنا. كذا لعبت الماينر بس خفت تصير مع دانجي كسير عني. اوكي شوف اللعبة، شوف اللعبة اقول لك انس بطلت مع كثير كسير، ماشي مع تو ماتش كسير. لعب هاي هون وهاي هون. في اللحظة المناسبة. لا مش قلت لك هذا اللعب اسمه، قلت لك هو اسمه اللعب. دي من هجمة. اوكي عشان نضل الدارت قبل نعيش اظن مقرقع راسك. ايوه هيك ولك هسه انا غصن عنك. اوكي اكتبنا البارتسات وصفينا له اياه لحاله. معك لايتنينج؟ اضرب اللايتنينج، اي دونت كير، انا هجمتك راحت يا المنوب. مع القهوة. كيفي مع الدراجون ما راح كثر هجمته. اوكي بس اي هنا اي هنا خاوة ولا بتلعب خاوة بالدافع يا العر. اظن ماخذ راسه. اوكي شوية تكسير جاب مش كثير. كمل لك هجمة والله ما خليك تلعب براحتك يا هامل. لا 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 يا اخوان انا قررت اني اكل راسه. اعمل تارجت والله خلصنا كفو. اعمل تارجت سريع سريع. اصبع عنك البليد صح. لا صح لا يا اخوان. لا 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 يا اخوان صراحة بعد اخر يعني بالانس ابديت الجولم بطل طعم خبز. كله بيلعب 13 سبل او اللي بلعبك زي هيك تقريف. حرام عليك تبني ابن هشمة ما خليته. قلت لك برو اللعبة اللي بعديها ضد امورتال ديمونز. انمورتال مش امورتال. اوكي نفتح له هاد هون بعدين نفتح له هاي هون. ليفل 12
اوكي هاي 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 سبامر يا سبامر. ايش دلعب صراحة؟ لا مش الباتس، لا دار قبلن بسيطة، مش عارف شو معه صراحة، عشان هيك مرحلة من البربيري البرد. يا خل المطبلة. طيب ماشي، متوقعش انا معك كثير. مينيونز مينيونز اوه طيب ماشي، ما مع اشي صد. طيب ماشي في مع لايتنينج، اوكي في مع لايتنينج، فهذا بده يلعب هجمة، بده يلعب هوك اربعة ولايتنينج. خلاص كل خرا كل خرا، صح انك مزعج. طيب ماشي، هاي رح نطنشو هيك احنا. لا دوت قبلين هسه هو. طيب دقيقة بدي اشوف اذا ممكن اصيده. ها صدناهوش، خلينا نطبله. اوكي ها اعصار و اكسكيوشن صراحة فاجئني فيه. هوك انزل هنا، انا بشرف تعريس اختك. ايوه تاخر صح، بس يسرع. ايوه ام دن. اوكي هون في معه هو جوبلين جانج. اوه بلعب الشاب، الشاب بلعب، انتم ملاحظين؟ اوه اوكي في ما بدك عايش انت ليش؟ صح يلعب لي الهول ماشي. اوه الو فرصتي، ما جبناها خسرنا. ماشي وصل النايت، كم اثنتين ثلاث ماشي، في حال كان بعد موجود. هذا هو اللعب الاسطوري مال ريبلز، هذا اللعب الاسطوري. تي في رويال، تي في رويال ناو. جناكو اسمه والله يعرف هيك لعب، والله يعرفنا هيك لعب يا اخوان. المباراة اللي بعديها ضد فيبس من داي ليجا. يا حرام والله طاقتك بخير كسر. متوقعش اليوم راح يعرف ينام. نو 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 افتح لعب، انا في ناس بتقرب زي هيك بلاش تلعب. اوكي 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 شو بدي العب صراحة مش عارف. اوكي رمى الاسهم. اوكي هو اصلا على الحالتين كان البرج مقيم عليه مش عارف ليش صراحة، مع اني رميت له انا كثير بكير. يلا خذ شوية تشيب دامج. في مع واحد اثنين ثلاث واربعة وخمسة، ضل مع الثلاث بطاقات. فهل نعلم ما هم؟ تابعونا في الحلقة القادمة. هيمو كوك يفتتح اللعب بالسكلتون بارل، فهل يا ترى انها اللافا؟ انها اللافا اللاينة، فهل يا ترى هل سوف يستطيع هيمو كوك القيام بصد هذه الهجمة؟ ولافا من الخلف بتاتا، وخلنا ندمج ابن حرام ابن حرام. هل سوف يكون لدينا الاكسير الكافي لكي نقوم بصد اللافا؟ لقد ضرب جميع دفاعاتنا والتي اعظم. الله يبقى ابقى ابقى. واحد اثنين تج
ايش برج 400 عشان هيك انشل املنا احنا، لانه كان طنش هجمتي خبز واحد بس بكفي بليز. اوكي يعني. اللعب جميل بس اذا فتح لافا بدي بهدله، اذا فتح لافا بدي بهدل صحته، لانه اكسير زي اكسير انا هذا اللي بعرفه. الاخوان افتح بس فتح لعب، شايفين كيف؟ انا بس اقول له افتح بيفتح لحاله. هاي كل اشي كل اشي كل اشي مع بعض ماشي اخوان، كله مع بعضه. اختر لي اياها. لا 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 يلا دافع اروح البرج بلاش. انا قلت له يلا يلا دافع بس ما بدي دافع. ايش اعمل يعني؟ قلت له هذا بالون. اوكي شو راح تعمل يا برو؟ يا برو انا اسف كيف مش هطلع بيدك الشيء يا برو. في كرونز لانه عارفه مش هياخذ برجين. ييييي المنوب جي جي سن جي جي سن. لا تفتح اللافا، اللافا امامي. اوكي انا حاسس بس نلعب كوسه بتنزل مش عارف ليش. اللعبه اللي بعديها مور ريبلز. جود لك. شفت القهوة. فلنرى ماذا سوف يفعل داني في هذه اللعبة أمام المخضرم في مكوك. ولا يريد أن يفتح اللعب. افتح له ماينر. دارك برنس. ماذا يخبئ لنا العدو؟ ونقوم بحماية ال اها ما عنديش العب ماشي. اوه اوه وات ذا فوك مان. قلت له اياها تيت تيت تيت. ضرب ساب دبل برنس. اولي ايش بيلعب هذا معلم؟ كان ابيض صح؟ يا اقدر كنا البراز. اي اضرب ايش؟ ايوه لا والله والله البرنس ضرب. والله البرنس ملع يا كبير. والله ملع ملع. انا حسيته بيطلع البرج كيف صار. دارك برنس عادي يقول بس البرنس ما بده شيء يملع. كان ما دار قبلن تعرفوا اذا دارت قبل نلعب له هاي مع الزاب صح؟ اوكي صار لي ساعة بأشر عليه يلعبوا ما لعبوش بس شلت ايدي عن هاي لعبوا. اوكي في مع فالكوري. شو اللعب هذا؟ زابو اسهم يا زلمة وفالكوري كمان؟ شو بيلعبوا؟ يا حسيسي. اوكي هون نلعب له نايت نايت زاب. والله ما ضرب الزاب على ترى كان شمع. كان الميني بيكا شمع. اوكي تعال تعال. اوكي لازم اضغط انا بقى برمي اسهم لازم نضغطه هيك احنا. خلص ترك الباس واضرب على الهاية. ايوه اضرب كمان. ايوه كمان 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 كمان. ضرب زاب ضرب زاب المسكين ضرب زاب المسكين. اي هنا طيب ماشي. ضرب الاسهم خليه يضرب الزاب هسه صح؟ انا هاي انا قاعد بلعب نفس المكان الماينر ولا بتربى ولا بتربى. اوكي ضرب الزاب ولا خليه يضرب الزاب غصبا عنه. بس هذا ما معه وين كونديشن يا اخوان. اوكي اسوق افكر بالحركه اللي وراها ماشي. فيش حركه وراها. يلا جي 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 سان. هذا هو اللعب الريبلزي الاصيل.
صار لنا ساعة من الدعدة رحنا. كمان لعبتين عشان نفتح التشيست. Good luck and شفة قهوة. Thanks مدود. هاها بقيرو. طلعت قبلين. انا بحب العبه بالدفاع، ما بحب العبه هيك يعني سيكل، بس يلا بسيطة. اوكي. لا 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 بيك. لازم انا اضرب ضربة سد ايدك. افتح انا سكتن باريل. في مع واحد اثنين ثلاثة ماشي ثلاث جاينتس. ما هذا الهراء؟ اخذنا تشيب دامج. ضرب فاير بول. انا صراحه البويز عشان الباس تخيلوا. تخيلوا عباطي ماشي. كان كان العب والله سكيلتون باريل يعني منه كمان، بس ينزل سكيلتونز بريحوا لي البيكا. بس سيفتي فيرست ماشي. لحد الان الدمج لنا اتس اوكي. اتوقع الاكسير كمان ايفن يعني مش بالغ بالاكسير. وفي معه فاير بول اوكي. هذول دائما لهذول دائما دائما مع ماسكي يا تعبها. طيب احنا هون نضغط شوية. اوكي نضغط شوية. قتلنا الكل الهجمة. فاير بول مش راح تفيدك لانه بيب 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 بس مو معك شي اكثر منه. يا نرد نلعب له هاي كاش الدافع. باخذ ضربتين. اي تولد يو اي تولد يو ضرب اول ضربة الثانية قلت لك كاش الدافع لبلاش. ايوه لا تغير لين لا تغير لون قبل ما معك. ها بغير لون ولا لا تغير لين ولا قاعد بلعب معك. وكما الدود سيرو فله. لا 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 بعد لعب لهي ورا. اوكي انا خليته ياخذ راس صح. حان وقتي لكي اضغط. زاب ما هو زاب جي جي. ام سوري برو ام سو سوري برو. بس هذا هو اللعب الاصيل ماشي. جي جي. حرام 95 بس بده 5 كوس عشان ياخذ ال ال هاد. يلا شوف ضيع لي كأسين يا اخوان. نفتح التشيست لنرى ما في داخله. جود لك. شايف القهوة هاند ليتس سي. يا يا عين عليك اشرف القهوة. نفتح لعب بالبربريان بيرل مع انه ما بحب افتح فيه لعب ماشي. جريف يارد. شوفوا انا حتى هسه مش لاعب ضد جريف يارد. في ذا جريف يارد اللي نرى على الاغلب جريف يارد الشب صح؟ اللي نرى كيف ممكن نلعب ضده. لعب البويزن توقعت انه راح يلعب البويزن. في مع بيبي دراجون راح يلعب على الباتس. ايوه جريف يارد يا انه جريف يارد اعزائي المشاهدين. اوكي انا في معي بويزون في معي دارت جوبلن تلعبه. خلنا نلعب عليه هاي. اوه لا لا لا
صعب هاي. يعني فعل برج الملك مع بمطور. اوه نقزني. اوه لورد لورد. شيل مين شيل شيل مين. ثانكس برو على سبسكرايب. بس هاي معركة حامية ويجب ان نركز فيها. اوكي في مع بويزون تافه. كل ما العب هيك راح هيك ساوي. ضربة ضربتين بكفيش معلم. معلم ما راح يمرق. هاي ما راح يمرق. I have this game dude. تخبط. All in all in اخوي. All in اخوي. اثنين وان هارد كاونتر مان. اوكي هارد كاونتر. يلعب الطاريس هاد مرة ثانية. هارد كاونتر. ايوه ايوه ايوه. جي جي. واو مان كنت شايله كنت شايله كنت شايله. بس الشاب هارد كاونتر يعني غصب عني راح اخسر. One eternity later. واخيرا جبنا اخت هالتشيست. انا شوف في داخل الصندوق على الاغلب الكتر ويزارد عشان الماكس. يلا يا اخوان خلينا نعمل كليك بيت الفيديو. كليك ويزارد صح؟ منيح اللمبر جاك. شباب الريبلز اتمنى تكون استفدت الفيديو. صح الكوس مش عاليه راح نكمل رفعها هذا السيزون كمان ناويين ل 7000. فالاستراتيجيه جدا اسطوريه. الاختلاف الوحيد بالاستراتيجيه هاي والاستراتيجيه اللي قبليها اللي هو البوم تاور بدال الجوبلن هات. وصراحه يعني عامل شغل كثير اسطوري. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك. اذا جديد لا تنسوا سبسكرايب. اسمنا الفيديو الجاي. Peace out.